أرضع النبي صلى الله عليه وسلم مرضعات، منهن حليمة السعدية من بني سعد. نبي صلى الله عليه وسلم من ستري كتران بباو قوات كبنتين اتنو جمنام ستري دا كباو قوات من كل من حليمة من سعدية دا موقي كل سمبون مخاوتها السعد. عادة قريش أنهم يرضع الأولاد، يجعل الأولاد خارج مكة، لأن مكة يأتيها الحجاج والمعتمرين والزوار، فيجعل الأولاد يرضعوا في خارج مكة. نعم. تامتم لو أقربا نكسرق مكة ريطا نكسرق نسمعي نبي صلى الله عليه وسلم كنت تاين تاين بنجون طول طوكا كراو مكة في بروت هنم مكة كي بي بوم بن تداوي نك دا بوم فو أمرا ريو نك مد فو حجي لجن تو كي تاين تاين بنجون طول مكي أو نك دا نو كراو مكة نك مباو أوي. ورأت أن الله سبحانه وتعالى وضع جعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا للبركة لها، كان يأتيها خيرات كثيرة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حليمة السعدية. نعم. ອັນອໍແລະແນ່ນໄປອົງສະໄຕດາຂອງປາຍອົງນະບີສັດລະອະລີຮູສັນລັມນັ້ນໃນເດດາຍຸນະບີຍືນມາປາຍອົງຄືກວດ